دير الزور لواء لا إله إلا الله أبطال كتيبة القادسية يقومون بنصب مضاد طيران 12.5 للتصدي لطيران الأسد في مدينة دير الزور. نلاحظ ماذا يفعل هؤلاء الأبطال. الله أكبر الله أكبر. مضاد طيران 12.5 كي يتصدون لطيران الأسد الذي قصف البيوت الآمنة في مدينة دير الزور. بس حدا يخبرنا ما هي العمل اللي تقوم به أخوي؟ نقوم الآن بنصب 14.5 مضاد للطيران لتصدي طيران الأسد الغاشم الذي يقوم بقصف البيوت المدنية والأهل. تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر. دير الزور 29/11/2012.